رب نشكرك ونعظمك لأجل صلاحك، لأجل يا رب وجودك معانا. نشكرك رب لأنك أنت الإله رب وحدك المتسلط رب على جميع ممالك العالم. أشكرك رب لأنه رب إحنا من غيرك رب فعلا ولا شيء، لكن بشكرك لأجل يا رب أفضالك اللي يا رب لا تعد ولا تحصى. رب نيجي يا رب عند قدميك ونقول لك تعال يا رب، تعال يا رب في وسطينا، تعال خد مجدك في وسطنا. بنتوجك يا ملك، بنتوجك. يا رب تعال وابني عرشك في قلب كل واحد فينا. تعال روح الله، تعال نعلن ملكك على حياتنا يا رب. يسوع نتوجك، نعلن ملكك، تعال الآن في وسطنا ولتعال وسط سبحنا. ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك بيننا. روح الله تعالى الآن، وكلما ندعوك تأتي، وكلما ندعوك تأتي، وكلما ندعوك تأتي. روح الله تعالى الآن. بثقة
هاليلويا هاليلويا. نباركك نعظمك يا ملك، نرفع يا رب أيدينا يا رب إليك. ونقولك ربي أنت إلهنا، أنت رافع رأسنا يا سيد، أنت إله تسبحنا. هاليلويا فوق كل قوة ورياسة، فوق كل اسم وسيادة، أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل الأشياء. فوق كل قوة ورياسة، فوق كل اسم وسيادة، أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل الأشياء.
الصفحات. جمال بدل الرماد، أفراح بدل النواح، تسبيح بدل اليأس، ألبسني ثياب الخلاص، ألبسني ثياب الخلاص. هاليلويا هاليلويا، نعظمك نرفعك يا ملك، نهديك رب تسبحنا. أنت عظيم، ليس لعظمتك استقصاء. نعلن ملكك يا رب على حياتنا، نعلن يا رب ملكك على قلوبنا. أنت عظيم، من جيل لجيل يا رب تملك. الكل يا رب سيخضع ويعترف بأنك أنت يا رب وحدك الإله، لكل المجد. الرب في علا مكلل ببهاء، عظيم القدرة شديد الرفعة، ممتاز بالمجد والظلمة تختفي من وجه ذا الإله، من وجه ذا الإله. يا الله أنت مالك.
على شفتيك. أنت أبرع، أنت أبرع جمال من كل بني البشر. تكبى النعمة على شفتيك، مشتهى الأمم، رجاء الشعوب، نور العالمين يا يسوع. معلم بين ربوة، أبرع هللويا. في مزمور 27 بقول لنا كده: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. مفيش حد يقدر يقول كده إلا لو فعلا كان عارف قلب ربنا، وعارف إنه لما يكون في حضرة الرب مفيش أي شيء يخوفنا، مفيش أي شيء يقدر علينا. حتى لو العالم كله قايم وقاعد، حتى لو في حرب، حتى لو في أوبئة، نقدر نقول مع المرنم: ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلة في يوم الشر، يسترني في ستر خيمته، على صخرة يرفعني. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. استمع يا رب صوتي أدعو، فارحمني واستجب لي. لك قال قلبي، قلت أطلب وجهي. وجهك يا رب أطلب، لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك. قد كنت عوني فلا ترفضني، ولا تتركني يا إله خلاصي. إن أبي وأمي قد تركاني، والرب يضمني. علمني يا رب طريقك، واهدني في سبيل المستقيم بسبب أعدائي. لا تسلمني إلى مرام مضايقي، لأنه قد قام علي شهود زور ونافذ ظلم. لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. بقول لنفسي وبقول لكل واحد فيكم: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. هاليلويا. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. هنختم فترتنا بالآية، بالترنيمة هاي، ياريت ترنموها معانا وانت في بيتك، رنمها معانا، ارفع قلبك للرب. انا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك والقرب معاك. انا طالب حضورك ولذة رضاك،
بدك تروي قلبي هيستناك طلبه يكون معك حبك لا سواك هو اللي هيشفي انا طالب اتغير لشخصك اتغير وان كان قلبي صغير لمستك قلبي هيستناك طلبه يكون معك حبك لا سواك هو اللي هيشفي انا طالب حضورك ولدلك رضا تملاني بنورك بالقرب معك انا طالب حضورك والقرب معك تملاني بنورك بالقرب معك يا ابرع جمال لك مجد وجلال حبك فاق الخيال عنوان الصليب ما لم تر عين او تسمع بي اذان او يخطر ببال حبك يا حبيب يا ابرع جمال لك مجد وجمال حبك فاق الخيال عنوان الصليب ما لم تر عين أو تسمع بي أذان أو يخطر ببال حبك يا حبيب أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب يا نهر سباحة بيت خمري وراحة يا محول المناحة وقلبي بعينيك لا للركبتين ولا للحقوين بل بقرب قلبك عبرني إليك يا نهر سباحة بيت خمري وراحة يا محول المناحة في قلبي حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك أمين لازلنا في روح الشكر نقدم الحمد والتسبيح لإلهنا الحي والحقيقة بنتعلم كلنا في هذا المكان وفي بيت الرب أن نكون مسبحين شاكرين للرب على كل الأحوال وأحب أقرأ بس عدد واحد واثنين من مزمور 95 هلما نرنم للرب نهتف لصخرة خلاصنا نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له النهاردة هنعرض بعض الكلمات اللي خارجة من قلوب ممتنة للرب هذه القلوب تتحدث عن عمل نعمته وتقدم الشكر للرب من أجل أمور كثيرة والشكر الحقيقة مش عايز فلسفة ولا عايز يعني واحد لاهوتي كبير يقف يقول كلام كبير لكن أعظم شيء أن الكلمات تبقى خارجة من القلب مع الكلمات اللي قالها المرنم في مزمور 103 باركي
يا نفسي الرب. خلينا نفكر نفسنا في كل يوم أن نبارك ونعظم الرب. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. عايز أشكره إن كل يوم الصبح لما بصحى بيديني معونة خاصة لمهبة اليوم. عايز أشكره فعلا لأن في أوقات كتيرة كانت صعبة اختبرت سلام الذي بتحصل. أشكره لأن بحضوره بشعر بالفرح والاطمئنان وبشعر إن فرح الرب هو قوتي. بشكره على الكنيسة وعلى جسد المسيح اللي أنا عضو فيه. آمين. أنا أشكر ربنا على السنة دي 2020 إنها كانت سنة تحدي مش بس في أمريكا لكن في جميع أنحاء العالم. وخلال الشهور اللي فاتت شفنا حاجات عمرنا ما صرناها وعمرنا ما تخيلنا إن هي ممكن تحصل، ولكن كنا بنثق إن كل الأشياء بتعمل الخير الذين يحبون الله. سواء في ناس فقدت أشغالها وسرفايفد، سواء بنشكر ربنا على ناس فضلت مستقرة في أشغالها، بنشكر ربنا على العيل وخف، وبرضه بنشكر ربنا على العيل وانتقل إن هي دي كانت مشيئته، وفعلا متأكدين إنهم في مكان أحسن. ولكن السنة دي فعلا قربت المجتمع بشكل غريب جدا جدا من بعض، وشفنا محبة المسيح متجسدة بحق وحن، ما كانتش بس مجرد كلام من هو بيتقال وبيخرج عن الشفاء، ولكن شفنا مواقف عملية أثرت في حياة كل واحد فينا. بنثق إن السنة دي سنة تعويض، وبنثق إنها سنة تغيير ونشر الكلمة بشكل غير مسبوق. أنا شخصيا بشكر ربنا على الحرية المعطاة لنا، حرية نحن نقدر إن احنا نصلي في أي وقت، نحن نرفع أصواتنا بالتمجيد، حرية إن احنا نقدر نعبر، ودي احنا واخدينها كحاجة جرانت. ولكن شفنا في جميع أنحاء العالم مش أي حد يقدر إن هو يفتح بقه في الكلام، مش أي حد يقدر إن هو حتى يخش الكنيسة يصلي. نعم كتير علينا قوي قوي، وحتى نعم عدنا نشكر مش نقدر إن احنا نعددها، مش نقدر إن احنا نوفيه حقه بالكامل. عشان كده يا رب حقيقي بنشكرك من أعماق قلبنا، نشكرك على أولادنا، عائلاتنا، كنيستنا، أسسنا، رعية بتاعتنا، أشغالنا، كل نعمة معطاة لنا مش بتاعتنا إحنا ولكن من يدك يا رب، وأعطينا أكتر لك كل الناس. آمين. سنة جديدة من أولها كانت حاجات كثيرة قوي بادية بصلوات وابتهالات إن السنة تكون مختلفة، لكن فعلا كانت سنة مختلفة. فقرب نهاية السنة وقبل عيد الشكر وأثناء عيد الشكر بنشكر ربنا جدا على السنة دي. سنة كانت حقيقي مختلفة والناس كلها كانت عندها آراء سلبية، لكن اللي احنا شفناه محتاجين نشكر ربنا جدا. ناس كثيرة قامت من الموت، ناس تعرضت للوباء وقامت من الموت، ناس في نفس الوقت سابتنا ومشيت. برضو بنشكر ربنا ان الناس يد اترحمت في الوقت دوت. السنة دي كانت سنة مختلفة لان العيلة اتجمعت وعائلات كتير كانت بعيدة عن بعض، عائلات كتير كانت مختلفة في مواعيدها، ناس بتروح ناس بتيجي حسب مواعيد الشغل. السنة دي قدرت تعمل حاجات مختلفة في العيلة، العيلة ابتدت تتجمع وتقعد مع بعض، بنشكر ربنا على كده. ناس كتيرة تلاقت مع بعض ولأول مرة، بيبتدوا يشوفوا بعض من أول وجديد، وبيبتدوا يتناقشوا في أحوال العالم وأحوال البلد اللي هما فيها، برضو بنشكر ربنا على كده. نشكر ربنا على وقت اتقفلت فيه الكنيسة، الناس بتقول ازاي بتشكري ربنا على وقت الكنيسة فيه مقفولة. وقتها بس عرفنا قيمة الكنيسة، وقتها عرفنا قيمة اجتماع، قيمة الشركة مع الإخوة، قيمة كل اجتماع لوحده كان شكلها ايه وقد ايه احنا كنا مختلفين. ان احنا ناس ما تجيش، ناس تيجي، ناس النهارده تكسل، ناس ما تروحش،
وفجأة كل ده قفل. لكن بعد ما قفل احنا بنشكر برضه لسه بنشكر ربنا ان يوم ما بيحصل اجتماع النهارده قد ايه بتبقى حاجه كبيره قوي، وبترجع الروح تاني من اول وجديد للاجتماع اللي كان بقاله فتره طويله ماشي على وتيره واحده. فجاه بقى كل حاجه ليها معنى، بقينا نقدر معنى الحياه، بقينا نقدر ان في حاجه ممكن نتحرم منها واحنا واخدينها كمسلمات في حياتنا. واخيرا انا بشكر ربنا على 2020. 2020 هي السنة اللي اختلف فيها وهيختلف فيها التاريخ من قبلها وبعدها. سنة جديدة بنقول فيها بشكرك يا رب من أولها لنهايتها، نشكر ربنا على كل دقيقة فيها، كل دقيقة فيها علمت كلنا، كل حد بيقول أنا تعلمت السنة دي حاجة مختلفة. فعلا الرب محتاج الشكر مننا، ونفضل نشكر، والشكر هو فعلا مفتاح لكل الأمور الروحية اللي الناس كتير النهاردة مش فاهماها. حتى بنشكر ربنا وبنقدم عظيم شكرنا ان الاله قدر يغير نفوس كتيره قوي في خلال السنه دي. شفنا نفوس بترجع للرب، شفنا نفوس واقفه قدام الرب، لان في وقت الزنقه قوي 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 عرفوا فين اللي يلجأوا له صح، ويلجأوا للمكان الصح، يلجأوا للرب. شكر الرب ان هو عارف يفتح عينين ناس كتيره قوي على حقيقته، ان هو الاله الحقيقي المحب، ان كل اللي بيجرى في العالم دوت هو نتيجه لشر العالم نفسه، لكن حقيقي هو اللي هيفضل صالح وهو الصالح. نشكر الرب ونشكر لك سنة 2020. آمين. احنا متعودين ان كل عيد شكر بنقدم شكر الاحساس اللي بيعملها معنا، وسنة دي بحب اشكر ربنا على حاجات قوي، حاجات خاصة بالكنيسة، ان برغم ان الكنيسة قفلت مدة، لكن كل يوم اربع اجتماع الصلاة اللي متعودين عليه كنا بنعمله ثرو زوم، وبالعكس كان عدد كثير جدا بيدخل اكتر من اللي كانوا بيجوا يوم الاربع في الكنيسة، وحصلت رابطة قوية بين كل الاعضاء اكتر ما كانت موجودة، خصوصا اللي بيصلوا مع بعض، واللي كلنا بنتحد في ضربات معينة، بنحط المرضى، بنحط الناس اللي ضيقة، بنحط شكرنا، بنحط تعظيمنا لربنا ورفعه فوق كل حاجة، وطالبين ان دايما يبقى علمه فوقنا سلام ومحبة، وبنصلي للبلد، بنصلي للانتخابات، يعني ما فيش حاجة كانت ناقصانا في اجتماع الصلاة. الحاجة اللي بشكر ربنا عليها قوي قوي ان قعدنا في البيت، انا خاصه بقيت اصلي اكتر واقرا في الكتاب اكتر، وفي ايات كتير وضحت لي غير ما كنت بقراها بسرعه، مثلا زي ان الانسان بيفكر دي مشوره، لكن مشوره ربنا هي اللي بتثبت. الانسان اللي بيمشي ما يعرفش يهدي خطواته، لكن ربنا اللي بيثبت خطواته. في امور كتير زعزعت زي واحد متمسك بيها، ان الامور الماديه والامور اللي هي ملهاش قيمه، افرض اي حاجه حصلت، وحتى اذا ما حصلتش قيمه الاشياء الماديه نزلت جدا، وانا بشكر ربنا لانه بيظهر ذاته في كل الامور، وبيظهر ذاته في شفاءاته لناس كتير كانت عيانه. بشكر ربنا انه وحدنا دايما، وان إلهنا عظيم وهيفضل عظيم. كورونا يقضي عليها، العيانين شفاهم كتير قوي، وفي ناس صحيح انتقلت واحنا اتأثرنا، لكن هم راحوا في مكان أفضل. بشكر ربنا على كمان فترة الانتخابات، وان هو اللي هيختار الشخص المناسب لأمريكا، ومشيئته هي اللي هتكون في النهاية. يستاهل اننا نشكره. بارك يا نفس الرب، وكل ما في باطني يبارك اسم القدوس.
وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الذي يفتي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة، الذي يفتي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة. نشكرك ونعظمك، كل ما في باطني يشكر الرب. لو في وسط همومك أو في خوفك أو في حيرة فكر، ابتدي بالشكر. ابتدي بالشكر.
ابتدي بالشكر لو في وسط همومك او في خوفك او في حيرة فكر. ابتدي بالشكر. الحقيقة بنشكر ربنا من أجل الناس اللي تعرف تصور وتاخد كلمات الكتاب وكلمات الشكر وتحطها في أشعار وفي كلمات قوية. نشكر ربنا من أجل دكتور هاني صمويل اللي بعت لنا مقطع خاص. المفروض المقطع ده كان نحطه على برنامج الحقيقة وبس، بس ما جالناش فرصة. فالحقيقة مقطع جميل جدا، خلينا نعرضه مع حضراتكم. والمقطع ده مأخوذ كله تقريبا من مزمور 103، وبعديها نختم بترنيمة شكر. معبرا عن امتنان قلبه فقال: باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وراح يعدد إحسانات الرب ويقول: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. وما أجمل هذا الالتفات حين يتجه المرنم إلى نفسه مخاطبا إياها لكي تبارك اسم الرب، الذي منه كل عطية صالحة ونعمة سخية، فهو الذي يغفر ويفدي ويشفي ويتوج ويعزي ويشبع ويجدد، بل ويظهر حقنا ويتراءف علينا ويغمرنا بمحبته وإحساناته الكثيرة. ولكن وسط مشغوليات الحياة سرعان ما ينسى الإنسان إحسان الله، ولا يفطن لبركاته المتعددة نظرا لاعتياده عليها في كل يوم، حتى أنه لا يحسبها إحسانات. وكم أوضحت لنا أزمة هذا الوباء المتفشي في عالمنا اليوم أننا كثيرا ما أخذنا الأمور وكأنها أمر مفروغ منه أو أمر مسلم به for granted، وتناسينا أنها بركات مجانية، حتى أننا تكاسلنا في تقديرنا وامتناننا لمعطي الهبات الكريم. ننسى الماء والهواء والتنفس والصحة والتعقل والنظر والسمع والنطق، بل ننسى الخليقة وكل ما فيها من أنهار وحدائق وطيور وأزهار. أحبائي، يأخذ الإنسان على خاطره حين لا يتلقى كلمة شكر بسيطة من شخص قد صنع معه معروفا ما. فكم وكم الإله الذي أغدق علينا بكل هذه البركات التي لا تحصى ولا تعد. فما أعظم أن نقدم الحمد والشكر لإلهنا العظيم في كل وقت، في الصباح والمساء وخلال اليوم، بل في كل يوم. وإن كان عيد الشكر بمثابة عيد وطني أمريكي احتفل به المستوطنون الجدد في أول حصاد لهم في أرضهم الجديدة، لكن في الحقيقة عرفناه عيدا كتابيا مسيحيا، فيه نحتفل كمؤمنين قلوبهم تجددت. لذا نحمد الله على الخلاص وشركة الميراث. ألم يقل الرسول بولس: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور؟
ويا لها من مناسبة جميلة نجتمع فيها مع كل العائلة حول المائدة المليئة بكل ما لذ وطاب لنشكر الله. لكن للأسف انتهى الأمر اليوم مع الكثيرين في هذه الذكرى المباركة بالتسوق والتسلية ونسيان تقديم الشكر لله. وهذا ما يقول عنه الكتاب أن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين. وتحضرني قصة عن جدة طلب منها حفيدها أن يلعب عند شاطئ البحر، فقالت له لا بأس، ضع قبعتك وهيا بنا. وعند وصولهما للشاطئ طلب منها حفيدها أن يسبح أمامها قليلا، فجلست تراقبه من بعيد، وفجأة جاءت موجة وسحبت الولد بعيدا وغاب عن أنظارها، فجنت الجدة ولم تعرف ماذا تفعل، ركعت على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء صارخة بدموع للرب أن ينقذ حفيدها، يا رب انقذ الولد. وإذا وهي تصلي جاءت موجة أخرى وألقت بحفيدها عند قدميها، فحضنته في الحال بلهفة وهي تتفرس فيه، وعلمت أنه بخير، ثم رفعت عينيها إلى فوق تعاتب الرب على فقدان القبعة التي كان الولد يرتديها وذهبت مع الأمواج. فبدلا من تقديم الشكر لله قدمت العتاب. هكذا نفعل نحن أيضا مثل هذه المرأة، ففي مرات كثيرة ننسى أن نشكر على الكثير الموجود، متذمرين على القليل المفقود. لكن علينا أن نشكر في كل الظروف، فهذه هي مشيئة الله لحياتنا. يقول الرسول بولس في فيليبي 4:6: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. أحبائي، إن تقديم الشكر لله يرفع عنا الإحساس بالضغط والتعب والقلق، لأننا بذلك نترك همومنا له ليرفعها، وبتمسكنا بكلمة الله وتذكرنا لإحسانه يعم الفرح حياتنا طاردا كل شكوى وغم. فلا نكون مثل الذين أخذوا الشفاء دون إعطاء المجد لله وتقديم الشكر لمن شفاهم، إلا ذلك السمري الغريب الجنس، حتى أن يسوع قال: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة. هيا بكل الشكر يا نفسي ويا قلبي، وكن لربك دوما شكور، ولا تدع شغل الحياة عائقا ينسيك رحمة أتت كمثل سور. فلا نضيع يومنا في شكوة ننسى بها بأننا أولاد نور، فلنذكر العيد بمعناه الذي له بإنجيل مسيحنا جذور. باريخيه نفسي إيت أدوناي بخل كرفاي إيت شم كتشو، باريخيه نفسي إيت أدوناي وآل تشتحي كل جمولاب. مع الشكر. هللويا، نشكر كل حين إلهنا الأمين، من أنعم بالفداء الثمين. يا ريت كلياتكم معانا ترنموا الترنيمة معانا ونشكر الرب من كل قلوبنا.
نشكرك من كل قلوبنا من أجل أمانتك وحسن صنيعك وسيرك بجانبنا كل رحلة الحياة. نعم يا رب، من البدء ومن الشباب إلى الشيبة وإلى الشيخوخة أنت معنا، لم تتخلى عنا لا لحظة ولا طرفة عين. هذا هو الحق الحقيقي الذي مرات كثيرة بيخفى عن عيوننا. نشكرك ونذكر أنفسنا مع المرنم قائلين: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. نبارك اسمك ونقدم لك ذبائح الحمد والشكر. إحساناتك الكثيرة يا رب من أجل هذا العام وكل ما مررنا به وكل ما جزنا فيه وكل ما عانينا فيه. نشكرك لأنك كنت معنا، ومن غيرك يا رب ما كناش نقدر نكمل المشوار، لكن شاكرين فضلك، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. نعم يا رب، نحن نشكر في كل حين على كل شيء من أجل مراحمك ونعمك الكثيرة على حياتنا. بركة يا رب خاصة لكل من استخدمتهم يا رب وكل من شهدوا عن عمل نعمتك. أعطنا فعلا يا رب الكلمات اللي قال عنها الوحي: ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة حية بكل خشوع وتقوى. اقبل ذبيحة الحمد التي نقدمها لجلالك يا رب، واعطي للشكر أن يكون نمط وأسلوب حياة نعيش به. في اسم المسيح اسمع واستجب، لك الكرامة ولك كل المجد، آمين. والقادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له القدرة والمجد والكرامة، ونعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وتعزيات الروح القدس تكون معنا تدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.